ايوه انا عايز اتصحر. هو فين البهيمه ده؟ وانا يوسف. ايه يابا؟ يلا روح اعمل لي الاندومي اللي قلت لي عليها. انت لسه فاكر يابا؟ انا قلت انت نسيت. هو في حد بينسى الاندومي؟ روح يا عم يلا اعملها لي. حاضر يابا هروح اجيبها لك. قال ايه؟ بيقول لي انت لسه فاكر. امال هنسى يعني؟ يا جدعان كل واحد يكتب لنا في الكومنتات عنده الاندومي بقت بكام؟ الاسعار دلوقتي بقت نار. ايوه يا جدعان ده طلع بابا ده ما بينساش حاجه، ده طلع ذاكرته حديديه مصفحه. طب انا دلوقتي لو رحت جبت له الاندومي وعملتها له هياكلها ومش هيحس باي حاجه، وبكره يعمل معايا نفس الكلام، هيقول لي يوسف هات لي اندومي وراح يعملها لي وانا هعملها له شبه العبيط. فانا بقى عايز احط له حاجه في الاندومي عشان لما يجي ياكلها المره دي يزهق منها ويكرهها خالص، عشان ما يجيش بكره يعمل معايا نفس الكلام. ايه ده؟ في واحد كاتب لي في الكومنتات حط له نمل في الاندومي، ربنا يبارك لك، اروح اجيب النمل واجي. بس كده الحمد لله عرفت اجيب الاندومي، ده السوبر ماركت زحمه قوي. كده جبت له النمل وجبت له الاندومي، هروح بقى اعمل له الاندومي بالنمل. هو الولد اتاخر كده ليه وما يعرفش انا مين ولا ايه؟ خد يابا جبت لك الاندومي اهي يابا عشان تاكلها. انا بابا يلا. طب حاضر يابا. في ايه يابا بالراحه يابا؟ في ايه يابا؟ مش كده؟ روح يلا اعملها لي بسرعه قبل ما ياذن الله. حاضر ماشي يابا. اعمل له الاندومي بقى واحط له فيها نمل او كيس النمل بقى الشروب كيبي. اروح بقى اجيب الميه عشان اسخنها له. الحله حلوه الحله دي، البي له بقى فيها ميه. بس كده حلوة، نقص شوية مية عشان هي بس كده حلوة. حطها له بقى على النار عشان ايه بقى؟ ايه؟ حط له بقى النمل فيها. يا ريت بقى دي تكون اخر اندومي حاجة اعملها لك. تعالك فراخ بقى عشان ايه؟ يبقى فراخ بالنمل. راح اجيب معلقة بقى عشان ايه؟ اقلبها لك. ده ايه اللي في الماية ده؟ ده نمل ولا ايه؟ حلوة المعلقة دي. نطلعوا النملة دي. راحت فين؟ ندي الماية تقليبة عشان تسخن بسرعة. لما تقدر تقلب الماية كده بتسخن بسرعة. نفس الاندومي عادي. استنى بقى المايه تسخن عشان انزله بالاندومي. هو في ملل؟ بسيطه بنزل بتكون في المايه يعني عشان تسخن ولا حاجه. يا مسهل. يا رب بقى يا زهرين تجيب مفعول، تجيب بالاخر. شوفوا النمل ده هيكون هرب. لا لسه موجود، لسه موجود. اقفل جامد شيل. ادي بقى الميه تقليبه، معلقه نجيبه. يا جدعان انا حاسس ان المفعول بيعمل يعني اللي هو التجربه كده هتلاقيها بتنجح لما تقلب المايه وهي على النار كده. هروح اجيب له معلقه تانيه. حلوه كده المعلقه دي، لو دي كانت تتوسخ تاني هروح اجيب له معلقه تالته بقى مش تانيه. ممكن تيجي هنا المفتاح. طب ايه؟ طيب شفت التجربه بقى لما توطي النار المايه بتغلي اسرع. ايه مسهل ولا علي النار ولا وطي ولا علي 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 ولا وطي. ايه اللي انا عملته؟ ايه اللي انا بعمله ده؟ ايه مسهل الحال؟ ليه احس ان انا ماسك لمبه في ايدي؟ ده فلاش. حلوه كده؟ اخليها تغلي على الاخر. يا مسهل اغلي بقى. بس كده بقى اوطي النار عليها واروح اجيب الحله اللي عبيله فيها الاندومي. حلوه الحله دي والمعلقه دي جمال. اديها شط. بس كده بقى اروح ايه احطها له
اطفي على الميه عشان الميه خلاص كده سخنت. اطفي على الميه. اطفيها بقى بنزين. مش هينفع نجيب سكون كتير. لا 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 لا. طبعا المكبلات دي على جنب. هو كيف هو هو مفيش غيره. دوقها كده. حلو. جميل. جميل. صح. في كل حاجة هو ياكلها. ياكل ناس وايد. تعالوا. طعمها جامد قوي. يا جماعة بيحب الاندومي. بيحب طعم الاندومي وهي نية كده. اكتب لي في الكومنتات. بس خد شوية. ايوه انا نسيت اجيب له غطا. انا هجيب له غطا وابن. عليها. ده حلو ده كل ما عليه. يلا انا اتبخر كده مش عارف ليه احس المويه ياما افضيها شويه دي اللي هنفضوا بيها ايوه ايوه على الغباء الناس تجيب حاجه افضي فيها ده بقى ايه ننزلوا من التبريد بتاعتنا يا ابني انا اتخبطت خبطه في رجلي جامده قوي ربنا يستر واقف اكمل مش عارف يا الاندومي مصفر قوي بالنسبه لك في الكاميرا بيضه مش عارف ليه عايز اقول لكم الحقيقه ان هي صفرة قوي وشرب كده جامدة أوي أنا هنا عليها كل حاجة منتهلكش سخنة كده بقى إيه عبيها لك تقريبا الحلة دي كبيرة أوي صح ولا إيه؟ ولا عبيها له فيها خلاص عبيها لك فيها خلاص ولا إديها لك كده مش عارف يا حاج بس كده بقى ايه الاندومي بقت جاهزه عشان الخميره الشد ايه انا عايز اقول لكم حاجه يا جدعان انا نسيت اهم حاجه انا نسيت احط له النمل في الاندومي حطوا له بقى كده بسرعه قبل ما ندخل النمل بيطير ولا ايه؟ يلا والله ده النمل مات ولا ايه؟ لازم يموت ده انا بغرقه انا كده هتحاسب ان انا بغرق نمل ولا ايه ولا هتحاسب ليه ان انا بعمل جميله في ابويا ولا ايه؟ بس كده بقى ايه اخش اديها له خد يابا عملت لك حاجه الاندومي هيبه اللي قلت لك عليها بس خلي بالك يا باشا سخنه ها حبيب قلبي هات مش مهم سخنه ولا بارده المهم ان هي بتتاكل ده انت مش فارق معاك حاجه خالص يابا امسك يابا كل هات الله انا جعان قوي قلبي انا اشد
الاسود ده اكيد فلفل اسود. يا نهار ابيض، ده اكل النمل وما حاسش بحاجه. خلاص مبقاش في اي حاجة تحوق معاك. ده حتى النملة قرقشه بسنانه. تقريبا كده يوسف في شوية تراب وقع منك في الاندومي وانت بتعملها، يبقى خد بالك بعد كده. تراب؟ ده النمل يابا، ده انت حاسس التذوق عندك راحت خالص. انا حاسس ان في حاجة غريبة في بطني. لا بجد في حاجة مش طبيعية. النملة أكل معدتك.